اخوتي اخواتي عشاق الزراعه بالعالم، عشاق الزراعه في عراقنا الحبيب والوطن العربي. طبعا اليوم راح نتحدث عن نبات مهم جدا. من زمان كنت انا اريد اتحدث لكم عليه واحكي لكم اهميه هذا النبات الرائع جدا، بس قبلها اليوم احنا يا يوم اليوم احنا 28/6/2023 ونحب نقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بالف خير. ان شاء الله عيد اضحى مبارك علينا وعليكم، وان شاء الله السعاده وراحه البال. طبعا اخوان الاعزاء نباتنا اليوم مميز جدا. هذا النبات اسمه سنزفيريا، ناس تسميه جلد النمر، وقسم يسمونه جلد الافعى، وله تسميات كثيره جدا. لكن بالحقيقه هذا النبات مو بس رائع، هذا النبات اكثر من رائع. ليش اكثر من رائع اخوان الاعزاء؟ هذا النبات ممكن يكون ويانا بغرفة النوم، بغرفة الاستقبال، بغرفة المعيشة، يكون ويانا بكل مكان داخل المنزل كنبات ظلي. وممكن يكون وين؟ يكون ويانا بمدخل البيت، بالطارمة، بالمدخل الخارجي للبيت، وكذلك ممكن يكون بالحديقة المنزلية تحت ظل الأشجار، لأن النبات متحمل ومميز جدا. الموضوع المهم اخوان الاعزاء، هذا النبات بالاضافه لهاي الاماكن اللي تحدثنا بها، هذا النبات ممكن يكون مزروع بالارض وممكن يكون مزروع بالصناديق. يعني ببساطه هذا النبات اكثر من رائع، وحده تقدر تسوي حديقه كامله. ليش؟ لان اخوان الاعزاء بالفتره الاخيره انتشرت انواع كثيره من هذا النبات. شوفوا بس، هذا لون ابيض، هذا لون قزم، هذا نوع قزمي. طبعا هذا نوع قزمي، شوف مثل ما تشوفون انواع قزميه ظهرت هنا. أنا عندك هذا انواع كثيره جدا، شوفوا هنا أنا انواع مميزه جدا. هاي هنا عندنا انواع اكثر من رائعه وموجوده ومميزه جدا. والجميل اخوان الاعزاء هذا النبات، شوفوا هذا النبات سهل التكاثر والنمو ويطلع خلفات، بحيث تخيلوا انه هاي الشتله عبر الخلفه مالته هاي طالعه عبر السندانه وقاعده تقول يابا وسع المكان الي، لان اني اريد مكان اكبر. سبحان الله. لذلك احنا راح ان شاء الله اليوم ننفذ ونلبي يعني دعوه هاي الشجره، ونبدي نقص هاي السندانه ونخلصها من هذا المكان الضيق ونزرعها مكان اوسع. اخوان الاعزاء اللي يريد نقوله، نبات السنزفيريا اخوان الاعزاء نبات اصبح بالفتره الاخيره بانواع كثيره جدا، وحده ممكن يكون حديقه كامله. اذا كنت انت تعاني من نباتات ظليه تموت، نباتات ظليه مو بالمستوى المطلوب ما تقدر تهتم بها، ازرع السنزفيريا جلد النمر او جلد التمساح، طبعا به او جلد الافعى، طبعا بانواع كثيره، حتى هذا النوع من انواع السنزفيريا وغيرها، اكو انواع كثيره جدا يعني لا تعد ولا تحصى، انتشرت وحدها بحيث تصير حديقه كامله. اخوان الاعزاء هسه راح نجي الى اكثار هذا النبات. اخوان الاعزاء طبعا الاكثار يعني بشكل بسيط جدا، هسه راح اشوفكم الطريقه. نجي الى اكثار هذا النبات. طبعا مثل ما تشوفون، شوفوا القوه مال هذا النبات، بحيث انه حتى هنا مخترق هاي السندانه، مخترق السندانه، وشوفوا هذا النبات مثل ما تشوفون اكثاره جدا بسيط، ممكن تحول سندانه واحده الى العشرات. شوف اخوان الاعزاء، ممكن باختصار نقسم السندانه الى عدة اقسام وعدة، شوفوا هسه هنا، شوف اخوان الاعزاء هنا هسه راح اشوفكم هذا النبات. هذا بالاصل، شوف هسه هاي بالاصل اكثار من هاي الورقة، شوف اخوان الاعزاء اكثار من هاي الورقة، هاي الورقة مزروعة وبعدين يطلع من هنا، وهاي هم كذلك، يعني هاي ورقة شوف اخوان الاعزاء ويصير بها نمو جانبي وممكن يفسخها، بس بصراحه ما اريد ازغرهن اكثر من اللازم، لذلك انا راح اخليهن بهالحجم هذا حتى يبقى محتفظات بجماليتهن. طبعا التربه، ها نجي هنا، شوف اخوان الاعزاء هنا الى الاكثار، الاكثار ممكن تجذير الاوراق،
يعني تجذير الاوراق، يعني هاي الورقه نزرعها نجذرها بالمي، راح تشوفون ورا فتره تطلع خلفات بهذا الشكل. طبعا اخوان الاعزاء قلنا الاكثار بالخلفات، هاي الخلفات نبدا نفسخها وناخذ نحول نبات واحد الى ثلاث نباتات او اربعه، لكن هنا انا ما اريد افسخ اكثر من هذا، فسخت النبات الى اثنين حتى يبقى محتفظ بجماله. هنا أنا قلنا ايضا التجذير من خلال الاوراق. طبعا الاوراق اخوان لعزاكم ملاحظه، كثير ما انه النبات نشوفه متاثر نختار الورقه المتاثره، يعني بهالشكل هذا ما نختار مثلا اوراق حلوه، بعض الاحيان نختار اوراق بهالشكل هذا ونخليها بالمي، نختار الاوراق اللي بها متاثره. شوف مثلا هسه هنا عندنا هاي ورقه بها تاثر فتقلل من جماليه النبات، شو نسوي؟ نقصها بهالشكل هذا ونبدي نزرعها. شوف اخوان الاعزاء نزرعها بهالشكل هذا، نحولها الى ثلاث قطع او اكثر بهالشكل هذا، الاوراق المتاثره هاي يعني بها تاثر اللي تشوه النبات جماليه النبات. هذا اكو طريقتين، نزرعها بالارض او نزرعها بالارض تحت ظل الاشجار وننساها، نجي ورا فتره نلقاها مجذره وصايره نباتات جديده، او نجذرها مثل ما قلت لكم بالمي. لكن الملاحظه بالمي لازم انه بالمي مثل ما قلت لكم انه اذا جذرنا الورقه بالمي لازم انه نبدل المي بين فتره واخرى حتى لا يصير اصابات فطريه. نجي اذا شكينا اخوان الاعزاء، اذا حولنا النبات شكينا انه النبات يا ببي يعني سقي نتيجه السقي الغزير انه اكو اصابه فطريه، دائما لازم نستخدم مبيد فطري بهذا الشكل، ونستخدم يعني انواع المبيدات الفطريه، اكو هذا شكله شكلنا مع حليب، اكو انواع مبيدات فطريه موجوده بالمكاتب الزراعيه، ونبدي بين فتره واخرى اخوان الاعزاء الرش هاي النباتات ومبيد فطري، وكذلك الرش يعني مثل ما تشوفون حتى انه الرش قبل ما نزرعها من جديد الرشها الشتلات، وحتى اي الاكثر انه لازم حتى هاي السندانه الرشها بمبيد فطري حتى نقضي على اي اصابات فطريه موجوده بالنبات، ونخليها بالشمس حتى تتعفر ونستخدمها، نستخدم يعني سندانه غيرها. اخوان الاعزاء هسه راح نجي الى موضوع مهم جدا، شوفوا هسه هنا عندنا هاي مجموعه نباتات راح اشوفكم اياها. شوفوا هسه هاي من السنزفيريا، شوفوا هسه هذا النوع المخطط، هذا النوع القزمي، طبعا هذا عندنا العنكبوت، ان شاء الله اسوي لكم حلقه كامله عليه لان ايضا من اقوى النباتات اللي ممكن زراعته. شوفوا هذا النوع الابيض، شوفوا اخوان الاعزاء هذا النوع الابيض، شوفوا هذا النوع ايضا مهم جدا وجميل، وشوفوا هذا اللون هنا، طبعا انا بصراحه هنا من تعلي جاي انا من هنا أنا اشتغل بصراحه، احب اشتغل حتى بدون تكرمون اي ما البس شيء، لان هاي سبحان الله الطاقه والشحنات تتفرغ من امشي حافي على شو اسمه على هاي احنا الثيل نسميه بالعراق. شوف اخوان الاعزاء هنا نجي الى ملاحظه مهمه، شوف اخوان الاعزاء لهنا انا شوف هذا النبات ممكن تزرعه مع عدد من الصباريات، شوفوا هنا أنا. شوف هسه هذا زارعاني مع عدد من الصباريات حتى ينطي شكل جميل، يعني تحس النبات صار بيتغير بهاي السندانه. هذا طبعا شات الشتله صغيره وبعدها بدات تتكاثر بهذا الشكل، رغم انه انا اكثر من مره اخر اشلع من عندها خلفات، شوفوا تشليع الخلفات حتى منها بدون ببساطه تشلع بهذا الشكل. شوف هاي تشلع خلفات وترد تزرعها حتى بدون ما تحفر النبات، واذا لقيت هنا أنا اوراق متاثره، شوف هسه اخوان الاعزاء لقيت اوراق متاثره ابدا اقصها، وبنفس الطريقه اقدر اجذرها واكاثر النبات. شوف اخوان الاعزاء وهنا بالمحصله بين فتره وفتره، بس احنا حتى لا نفقد جماليه النبات نبقى نخلي الكثافه باقيه، يعني ناخذ جزء ونبقى جزء. شوفوا هنا عندنا هذا النبات على سبيل المثال زرعت وياه دمعه الطفل، هذا النوع دمعه الطفل، هذا النوع الحجم كبير حتى ينطي جماليه ايضا. شوف هنا التفرعات والخلفات الجديده، رغم انه انا يعني اخذت من عنده عده نباتات. ونجي اخوان الاعزاء هنا ايضا بالحديقه المنزليه، هسه شوفكم نباتات زارعها بالحديقه المنزليه، بالحديقه المنزليه وحتى بالشمس المباشره، لكن اكو مكان برطوبه مثل ما تشوفون
هذا هنا مثل هاي الورقة المتأثرة هاي نقصها نكاثرها اخوان الاعزاء. وهنا انا مكاثر عدة نباتات بنفس الطريقة وبعدة مكانات، وهسه اشوفكم قسم من هاي الاكثار هذا. طبعا هنا عندنا العنكبوت ايضا، هنا عندنا زارعة مثل ما تشوفون ايضا بالارض، واكو نباتات ان شاء الله راح اسلط الضوء عليها. العنكبوت طبعا ان شاء الله الى حلقة خاصة لانهم نفس مواصفات شو اسمه نفس مواصفات سنزفيرة. بس هاي البزونة وين جاية؟ جاية بالتبريد. بس بس عيني قلب هذا عيني يا معود. هاي النباتات نايمة هسه هنا بنص هذا نبات الانتران. بس 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 شبيش نحسانة مرت الزرعات يا معودة. بس نحسانة خطية سهرانة البارحة شنو الليلة اليوم عيد قاعدية عايدينة شنو ما تريدين ريو سوي ليش مساج. يلا خطوة يا عيشة ظلوا نام ظلي والله شغلك شغلتش تعبانة سهرانة انت. يلا اخوان اخوان الاعزاء طبعا خلينا هنا نشوفكم فشي حلو نقول لكم ازرعوا في الزراعة حياة. شوفوا هنا عندنا هاي هنا فاكهة الجوافة عندنا يوم تاريخ 28/6/2023. شوفوا هنا الفاكهة ان شاء الله اسوي لكم حلقة كاملة عن زراعة الجوافة في العراق وبالحديقة المنزلية. وهنا عندنا نباتات ايضا قوية ان شاء الله اسلط الضوء عليها مثل هذا عندك نبات الامازون، وكذلك هنا عندنا نبات المطاط هذا ايضا ممكن انه ينزرع بالحديقة المنزلية. وطبعا هيك مثل هيك اوراق ايضا ممكن انه نقصها نتخلص منها وحتى نجذرها اخوان الاعزاء. انا مكاثر هذا النبات مثلا اذا متأثرة بهيك هاي الاوراق تنقص وممكن تقص هذا الجزء المتضرر وايضا تزرعها بالارض وتجوره فترة. طبعا اذا تريد تكاثر هذا النبات ولو مو موضوعنا تقدر تخلي ورقه واحده وتكاثر ان شاء الله انزل لكم حلقه كامله عليه. انا اخوان الاعزاء موضوعنا الان موضوع السقي. النبات يحب طبعا رطوبه التربه لكن سقي غزير ياثر على النبات ممكن يصاب باصابات فطريه. نجي الى موضوع التسميد. طبعا مثل ما قلنا لكم النبات محب لل يعني ممكن انه ينزرع بالارض او ينزرع كنبات ظلي، لذلك يتعامل حاله حال باقي النباتات الظليه. سماد ان بي كي كل 3 اسابيع، سماد ان بي كي مدعم بالعناصر الصغرى ممكن انه يعني كل شهرين ننطيه حتى ننطي باقي العناصر. سماد الداب اللي هو سماد عالي الفسفور ممكن ننطيه كل شهر ونص كلش كافي. واذا التربه اصبحت قديمه يعني بين فتره وفتره وما مستبدلها وما تقدر تستبدلها دائما ننصح بالهيومك اسيد لتحسين مواصفات التربه. وننصح ايضا اخوان الاعزاء اكثر من مره نصحت الاخوان قلت لهم اخوان الاعزاء بالنسبه اذا زرعنا نبات وشفنا انه يعني التربه مالتنا مو بالمستوى المطلوب ممكن نضيف له طحالب بحريه حتى نسرع النمو مالته. وهاي باختصار اخوان الاعزاء يعني كل معلوماتنا اللي نحب نعطيكم اياها عن السنزفيريا وان شاء الله نجاوبكم واي اسئله عندكم راح نجاوبها. طبعا اخوان الاعزاء قناه عالم الزراعه والنباتات المنزليه بخدمتكم، راح نعرفكم عن النباتات اللي نجحنا بزراعتها بالعراق والنباتات اللي ممكن نزرعها بالحدائق المنزليه بداخل المنزل. حاليا الفيديوهات اكثر من 450 فيديو ان شاء الله بخدمتكم من اجل الفائده. ما نطلب منكم الا الدعاء ان شاء الله في هذا اليوم المبارك يوم عيد الاضحى المبارك. بالختام نستودعكم الله وفي امان الله. كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعه والنباتات المنزليه. في امان الله.